طيب، مساء الخير. بحب أرحب فيكم جميعا في حلقة النقاش الثالثة من سلسلة الثقافة في الأزمة والأزمة في الثقافة، وهي سلسلة من الحوارات بتتم بالشراكة مع قاعات الموزاييك في لندن. بس قبل ما أبدأ بحب أوضح شوي بتقنيات الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية لضيوفنا المتحدثين بالإنجليزي. For our English speaking guests, you can choose the instant translation channel by clicking on the language icon at the bottom of the page, and then please choose English as a language option. طيب، عقدت الجلسة الأولى من هذه الحوارات في 23 تموز بمشاركة متحدثين متميزين محليين وعالميين في حقل الثقافة. منهم كان فاتوس أوستك والفيرا ديانجاني اوسي ومحمود ابو هشهش من المؤسسه وترداد ذو الغدر. وبهذه الجلسه كان في كثير تناقض واضح ما بين المنظور المحلي والمنظور الاوروبي في تعريف مفهوم الازمه وربطها بجائحه الكورونا وكيف التعامل معها من خلال الحقل الثقافي. فبالنسبه لنا اضافت جائحه الكورونا وكمان دول عربيه ودول الجنوب طبقه اخرى للازمات السياسيه والاقتصاديه الموجوده والمتفاقمه في تاريخنا. اما بالنسبه للجلسه الثانيه كانت ب 11 اب، حيث تمت استضافه كل من ريم فضه وزياد خلف اللي هو المدير الاسبق لمؤسسه القطان وجميل هلال ونوره بكر. وكان التركيز في هذه الجلسة على المستويات المتعددة للعمل في المشروع الثقافي الفلسطيني في خضم الأزمة الصحية والسياسية والاقتصادية، وبالإضافة إلى معضلة اختفاء الجسد والألفة في العمل الثقافي لما خسرنا علاقتنا مع الفضاء الثقافي الفيزيائي وتروحنا أونلاين. وكانت هذه الجلسة كانت أكثر على الإشكاليات المحلية. السلسلة هي الثقافة في الأزمة والأزمة في الثقافة، هي تتمحور حول مسائلة الأزمة الحالية واللي ألقتها جائحة الكورونا علينا محليا وعالميا، واللي سلطت الضوء مجددا يعني كمان دور مش يعني شيء جديد على إشكاليات أنماط عملنا السياسي والثقافي في مواجهة الاحتلال بكل أشكاله، سواء كان احتلال بحكي عنه مؤسسي، فكري، لغوي، بصري، وعلى حياتنا كمان اليومية الاستهلاكية وطريقة عملنا في القطاع الثقافي والأهلي بشكل عام الغير مستدامة والمعتمدة كليا على التمويل الخارجي. علاقة الأزمة بشعوب الجنوب والشعوب العربية خاصة مش إشي جديد. فمثلا أضاف الانفجار العارم لشحنات نترات الأمونيا في مرفأ بيروت في 4 آب المنصرم إلى الجائحة المستمرة للوباء هناك، وإلى أزمة الفساد السياسي والطائفي والنظم الأبوية الهرمة الحاكمة في لبنان، وكمان أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية اللي هي مستمرة من زمان. بالنسبة لنا هون في فلسطين، فإنه خطة الضم الإسرائيلية الأخيرة والتطبيع الإماراتي مع دولة الاحتلال هي حلقة أخرى من سلسلة طويلة من التغيار الاستعماري المستمر على الفلسطينيين بشكل يومي، والمرتبطة كمان باقتصاد متهلهل بيعتمد على الهبات وأموال الدول المانحة، ومجتمع كمان فلسطيني منقسم في بنتستونات جغرافية بدون رؤى ولا أفاق سياسية، وهذا كلياته بالإضافة إلى تجذر الفصائل السياسية الأبوية الهرمة في المجتمع وتزايد الأصولية والقبلية كطريقة للحياة، وأخيرا طبعا وتفشي مد الثقافة الاستهلاكية والفردية النيوليبرالية. هلأ من بداية الكوفيد 19 الوباء العالمي كثير من المفكرين والفنانين والأكاديميين قاموا بوضع تصورات وتكهنات لدور قطاع الثقافة والفن ومؤسساته في ظل الأزمة العالمية الراهنة. فكتير هناك فكروا بالوباء سواء كان تصنيفه إشي طبيعي أو مفتعل من زاوية تسليط الضوء على التوزيع الغير متكافئ للسلطة وتفرد الدول بقرار السياسي منعزل عن الشعب وإبراز هيمنة واستبداد الدولة والشركات الاستثمارية من جهة، وبين الحراك المجتمعي المضاد والمطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية من جهة تانية. في ناس تانيين أخذوا سيناريوهات أقرب للخيال العلمي قريبة من كتابات أورويل، كانوا تنبأوا بمستقبل كل الناس خلف الشاشات وفي مجتمعات مصورة، حيث تحرر جائحة الكورونا البشرية من قشرتها البيولوجية وتحول الكينونة البشرية إلى معيشة رقمية بامتياز.
مجموعات تانية طلعت على الأزمة من منطلق الأنثروبوسين والتأثير البشري الكبير على جيولوجيا الأرض والنظم الإيكولوجية، وبتطلعوا كانوا فيها على الرأسمالية كمشروع بتعدى على بيولوجية الإنسان وجسده والهواء اللي بتنفسه والتغذية اللي بتدخل أجسادنا. وأخيراً في أثناء هذا كله محلياً في كتير ناس عم تدعو للهروب والخروج من الدائرة المفرغة للاقتصاد الثقافي اللي تم طبعاً تسكينها بعلاقات تمويلية تبعية ما بين الجهات المانحة سواء كانت دولة أو جهات أخرى هاي كطبقة، من ثم المؤسسات الثقافية اللي بتأخذ هذا المنحة أو الأموال كطبقة تانية، ومن ثم الفنانين والفاعلين الثقافيين عبر البرامج المؤسساتية، مما يفرض أجندات تؤطر العمل الثقافي وترسخ التبعيات وتعود الفنانين على عدم القدرة على العمل خارج هذه المنظومة من العلاقات. معنى هذا المسار أربعة من الفنانين المتميزين اللي كان من دواعي سوري العمل مع بعضهم والدخول معهم في العديد من المناقشات النقاشات على مر السنة. بحب أرحب بضيوفنا وأقدمهم قبل ما نبدأ. رح أبدأ بالفنانة القديرة سامية حلبي اللي ولدت في مدينة القدس في عام 1936 وانتقلت عائلتها إلى يافا وعمرها عامين وعاشت هناك فترة طويلة وتشكل جزء الأهم من شخصيتها في السنوات التي سبقت النكبة. بقيت يافا معها دوما حيث تسخر ذاكرتها البصرية بأول انطباعاتها البصرية عن يافا. بعد يافا عاشت سامية مع عائلتها في مدينة بيروت 3 سنوات قبل أن تنتقل لتستقر في الولايات المتحدة طبعا مع عائلتها، وتلقت تعليمها وعاشت حياتها الفنية هناك. هلأ تسكن نيويورك وتعيش اليوم فيها، وكرسامة جمعت أعمالها العالمية في متاحف ومجموعات خاصة وشاركت في معارض عدة في فلسطين والعالم. ضيفتنا الثانية ساندي هلال وهي معمارية وفنانة وأكاديمية، تعمل حالياً على مشروع فني وبحثي مستمر حول مفهوم الضيافة وبشكل أخص الحق في أن تكون مستضيفة، كما تعمل على مشروع غرفة المعيشة هو مشروع الحالي اللي هي منشغلة فيه. هلال هي مديرة المشاركة لجمعية دار اللي هي Decolonizing Architecture Art Residency التي أسستها مع أليساندرو باتي وأيال وايتسمان، وترأست هلال برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات في الضفة الغربية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بين 2008 و14، كما أسست مع أليساندرو باتي مشروع جامعة في مخيم بال 2007. مخرجنا العظيم كمال الجعفري اللي بعيش في برلين بس هلأ في باليرمو بيعمل على الصور المتحركة والثابتة أيضا والتي يحيكها بين الخيال والواقع الفن والفن. من بين أفلامه استعادة بال 2015، ميناء الذاكرة 2009، السقف في 2006. تم تمييزه كفنان وأعماله في سيمينار روبرت فيلهارتي لأفلام بنيويورك، وكان باحثاً في معهد راتكليف ومركز دراسة الأفلام التابعين لجامعة هارفارد، وأخرج أفلام قصيرة، وتم اختيار فيلمه صيف غير اعتيادي ب2020 بفيزيون دوغيل مهرجان ب2020. وأخيراً فنانتنا العظيمة سماح حجاوي هي فنانة وباحثة بتحضر لشهادة الدكتوراه في الممارسات الفنية في جامعة ULB والأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل بلجيكا. تعمل على دراسات جماليات إعادة التصوير في الأعمال الفنية التي تتطرق لروايات تاريخية عن فلسطين، وذلك باستخدام وسائط متعددة. عرضت أعمال سماح عالمياً في العديد من المؤسسات منها هوارد جاليري، بوزار، أبيكس آرت وموما في نيويورك ودارة الفنون في عمان. كما سبق أن كانت شريكة مع علا الخالدي وديالة خصونة في إدارة مكان، وهي مساحة مستقلة للفنون المعاصرة في عمان بين 2003 و2015. وسماح كانت قيمة على منصة بعنوان للنهر ضفتان مع شروق حرب وتولين طوق بين 2012 و2017، وهي مبادرة كتير مهمة صارت الضوء على البعد المتزايد ما بين الأردن وفلسطين من خلال برامج عروض فنية وفكرية في عدة مدن.
هلا كمان دور بحب اركز اذكر بالترجمه. For our English speaking guests who joined us later, you can choose the instant translation channel by clicking on the language icon at the bottom of the page. So please choose English as a language option. هلا بحب احكي للضيوف عن الضيوف والمستمعين كمان والمشاهدين عن كيف يكون ترتيب النقاش اليوم. هلا كل متحدث معه 10 دقائق تقريبا لمحادثته، وبعدين رح يتم فتح المجال للمتحدثين بالرد على بعضهم اذا كان في مداخلات، هيك 5 دقائق او اقل لكل واحد، وبعدين رح يتم فتح مجال للاسئله ومداخلات الجمهور بعدها. فبالنسبه للجمهور بحب كثير لو بيكتبوا في الشات تحت في الشات بس يقوموا بكتابه الاسم تبعهم والسؤال تبعهم وانا رح اقراه للضيوف. وطبعا الاسئله رح يتم ذكرها حسب الاولويه والاسبق. بحب كمان نقطه نظام اتذكر انه خلينا كلياتنا نسكر لما يكون في متحدث، الباقي يتم نعمل ميوت او نسكر الميكروفونات على اساس خاصه المتحدثين باللغه الانجليزيه، لانه رح يطلع صوت الانتربريتر او المترجم رح يطلع صوته اذا ما قاموش بتسكير الميكروفون تبعه. ونبدأ مع سامية. سامية معك 10 دقائق وشكرا لكم. شكرا يزيد. كيف يمكننا أن نعمل معا بشكل أفضل وأن نصبح لاعبين ناشطين وحلفاء في حركات ضد الإمبريالية وضد العنصرية؟ هذه الأسئلة انسألت في النص التي بعت لنا. أهم النقاط في جوابي: أولاً لنسأل من سيقرر جودة الفن، وثانياً من سيعين المقيمين ومصممين المعارض، ثالثاً وتفسير إن نريد أن نخرج من عالم الرأسمالية وندخل عالم بدون عنصرية وبدون الاستعمار، فعلينا أن نسأل ما هو عالم الفن مع كل أبعاده، أعني تعريف ووصف عالم الفن وتحليل جميع أجزائه، وهو يحتوي صالات المعارض والمؤسسات والمتاحف، وزارات الثقافة الحكومية، المنح المالية، مدارس الفن، وسائل الإعلام الفنية، وأيضاً النوادي والنقابات واللجان الشعبية. ولنسأل من هم الأشخاص الذين يتكون منهم عالم الفن، وهم مقتنيون الفن، مديرو المتاحف، مقيمون الفن والنقاد والنقاد والبيروقراطيون الحكوميون، وأخيرا الفنانون، وعلى رأس البنية مقتنيون الفن ذو الجيب العميقة. ثم من هم الفنانون ومن يقرر من هو أم هي فنان أم فنانة، وما هي نسبة الفنانين المقبولين والمطلوبين من ناحية المؤسسات الرسمية؟ الجواب أقل من 1%. فإن أردنا فعلا أن ندرس عالم الفن عالميا نجد أنه يتكون من جزئين: جزء مرئي ومعروف في الإعلام ويضم المؤسسات الراسخة والفنانين المعروفين، وجزء مخفي يكون 99% من عالم الفن. فإذا الجزء المخفي التي نراه في الإعلام الرسمي التي لا نراه في الإعلام الرسمي المخصص للفن هو الجزء الأكبر، ويحتوي كل المؤسسات الشعبية والنوادي والرابطات، وأيضا 99% من الرسامين المحترفين الذين يكرسوا حياتهم للفن. وهذا الجزء الأكبر يحتوي أيضاً أي شخص كان أو كانت محترفاً أو محترفة، ويحتوي أيضاً كل من يحوي تصنيع شيئاً حرفياً ولو ليوم واحد فقط، وإن فقط لأجل المتعة بالعمل.
وكل الأعمال الثقافية والحرفية تفيد وتطعمي كل أنواع الأساليب التشكيلية المستخدمة بالإنتاج. ومن هذه الناحية الفنون والحرف الشعبية لها أهمية واسعة. ثم أخيراً أرجع للنقطتين الأولى وهما حق تقرير جودة الفن والثقافة وحق تقرير من له قوة التقييم والتصميم، وأيضاً من سيكتب تاريخ الفن ومن أي وجهة نظر. فإن المؤسسات الراسخة حقيقاً تود عالم بدون عنصرية، وإن تريد التخلص من الاستعمار علينا أن نفتح أبواب ومكتبات وصالات، عليها أن تفتح أبوابها ومكتباتها وصالاتها للنوادي والنقابات الشعبية التي تتخصص بالثقافة، وتتيح لهم حق قرار جودة الفن وحق تعيين المقيمين والمصممين، ومع ممارسة طيبة سنفتح طريق للمستقبل. وأنا أعرف أن أفكاري عن قوة قرار الجودة والتقييم لا تعجب الجميع، ولكن أدل على ضعف تاريخ المؤسسات الراسخة، وأقول قرار الجودة ومستوى الفن العالمي مع الأجيال ليس مع المؤسسات. التنوع أكثر أهمية، فلماذا نتصرف وكأننا نعرف المستقبل؟ وشكرا. شكرا سامية. سوري متأسف عشان الميوت. شكرا سامية. فسامية فتحت باب عريض للنقاش، وهو باب برأيي ساخن جدا. هو 99% من الناس اللي تشتغل بالفن اللي هي مختفية، اللي هي مش جزء من العمل المؤسساتي أو سواء كان حكومي أو أهلي، وعمالها بتدعو لفتح هذه المؤسسات للنوادي والنقابات والناس المتمرسين بالحرف الشعبية، لا هي التقرير بجودة الفن وتقرير بتعريف الفن. وهذه هي طريقة بالنسبة لسامية للتحرر، وهذا هو المستقبل اللي بتحاول تطلعه سامية إذا أنا ما كنتش غلطان. صلحيني سامية إذا كنت غلطان. طيب خلينا ننتقل لساندي هلال. شكرا يزيد، وشكرا لأنك جمعتنا مع بعض، لأنكم جمعتونا مع بعض. والمزبوط يعني أزمة الكورونا أزمة جمعتنا ممكن بكتير إشياء وفرقتنا بإشياء تانية، بس أنا بدي أضل يعني من يوم ما بلشت شغلي وأنا لساتني مركزة على كيف نتعامل مع تعريف العام والخاص، وبدي أدعوكم إنه نفكر مع بعض كتجربة تخليك بالبيت كتجربة عالمية، كيف أثرت علينا كتجربة يمكن لأول مرة بنعيشها بشكل واسع تماماً. وسؤالنا الأول شو يعني البيت؟ شو بيعني لنا البيت؟ وإذا أنا بدي أنحشر بمحل، وين هذا المحل اللي بختاره؟ وجبرت كل حدا فينا يفكر بمفهوم البيت، ومش بس يفكر بمفهوم البيت، كمان يعمل حسابات، يعني يعمل حسابات فيما شو الأشياء اللي بناها بالعام وشو الأشياء اللي بناها بالخاص، وكيف هذه الأشياء بدها تتوافق مع بعض. وبدي أرجعكم شوي يمكن وليش العام والخاص بالنسبة إلي كان دايماً إلهم دور كتير كبير، وبعدين برجع لأزمة الكورونا. أنا لما رجعت على البلد بأول 2000 ورجعت بعد ما عشت بإيطاليا 12 سنة، ورجعت متزوجة لإيطالي، ورجعت بدي أنتمي لفلسطين، وكنت مفكرة أنه الانتماء راح يكون بنفس الطريقة كيف زي كأني أنا طلعت، وما كانش في 12 سنة فرق بين طلعتي ورجعتي. فلما رجعت إعادة شو يعني البيت بالنسبة لي، وشو يعني البيت هلأ بالنسبة لي، ورجعت لحسابات انعادت بالنسبة لعلاقتي بالعام وعلاقتي بالمؤسسات الفلسطينية وعلاقتي بالساحة الفلسطينية وعلاقتي بالعام الفلسطيني وعلاقتي بكل ما، وأنا كنت
وحاولت أفهم شو علاقتي، كيف أنا أبني هاي العلاقة مش تنبنى وأقبل الإطار اللي انبنت لإلي، بس كيف أنا بقدر أبنيها، وكل شخص له الحق إنه يبني علاقته بالعام وبالخاص بطريقته. كانت هذه من البداية. يمكن كمان أنا وجود يعني دراستي للهندسة المعمارية أثرت علي بشكل كبير، لأنه لما رجعت على فلسطين صارت يمكن همي الأول شو معنى العام بمحل زي فلسطين وين في قمع احتلالي، والاحتلال أول إشي بيسيطر عليه هو العام. فالناس في كتير مواقف وخاصة بالانتفاضة الأولى رجعت على بيوتها وخلقت كتير شغلات بالبيت، خلقت جامعات، خلقت مدارس، خلقت يعني أعادت صياغة حياتها في داخل البيت. هلا لما رجعت السؤال كان ما هي الساحة الفلسطينية، ما هو العام الفلسطيني؟ والعام الفلسطيني على كل حال كان كل عمره على القليلة في فترة حياتي أنا كان كل عمره في أزمة ما عمروش حلها. يعني هلا أوكي أزمة الكورونا زادت على العام أزمة جديدة، بس السؤال كالتالي ما هو كيف ممكن نعيد تعريف العام والخاص، ولما خاصة إنه إحنا ببلد إذا بدنا إن نتعامل فيها مع العام، يعني إذا بدنا نقيم ساحة بدنا الناس يدفعوا بالعادة شكل عشان يقدروا يدخلوا على هذا البارك وعلى هذه الساحة. يعني في علاقة متأزمة كل عمرها مع المؤسسات، مش ذنبنا لأنه إحنا عشنا كل عمرنا تحت احتلال والعام عمروش كان إلنا، عمرناش إحنا بنينا العام. هلا بدي أرجع أنا لرجعتي على الضفة وسؤالي كيف أنا ببني علاقتي بالخاص وبالعام، وما لقيت ليش محل بالعام. يعني ما لقيتش محل بالعام واضطرينا نحول بيتنا لمؤسسة وسميناها دار، حولناها لمؤسسة لأنه كنا معنيين بنقاشات معينة وبحياة معينة ونجرب حياة معينة العام ما كانش يسمح لنا فيها. هلا احنا كفلسطينية اذا بدي اجي من ناحية ايجابية، يعني بدناش كمان دايما نكون سلبيين، اذا وهي أزمة مش سهلة وصعب الواحد يكون فيها إيجابي، بس إذا بدنا نكون إيجابيين إحنا ناس عملنا كتير إشياء ببيوتنا، اتعودنا على أزمة خليك بالبيت. إذا بدك تيجي تحطنا بالنسبة لأزمة خليك بالبيت اللي صارت بمحلات تانية بالعالم وخاصة أوروبا، إحنا المعرفة اللي عنا إياها والسكيلز اللي عنا إياها كتير أعلى من أي محل تاني. إحنا جربنا إيش يعني نتعامل مع البيت كمكان لصناعة الثقافة ولإعادة تفكير بالذات، ولأنه نفهم العام من خلال الخاص. هلا أنا سؤالي كالتالي، كيف منا في هاي اللحظة الفاصلة بتاريخ مش بس تاريخ الفلسطيني بتاريخ البشرية اللي الكل مدعو فيه إنه يقعد في البيت ويعيد حساباته بالبيت، كيف ممكن نرجع نفكر بالعام وبالخاص بطريقة مختلفة؟ كيف ممكن وخاصة إنه إحنا عنا كمان كشعب فلسطيني لأنه ما عمرناش قدرنا نكون بالعام بحرية، خلقنا محلات كتير كانت بين العام والخاص، خلقنا دواوين، خلقنا مضافات، خلقنا طريقة حياة انعملت بالبيوت وكان في عليها نوع من وين حسينا حالنا صناع قرار ببيوتنا، صناع قرار ومبادرين، وكنا دايما مبادرين في داخل هذا المكان اللي خلقناه لنفسنا، وحتى لو العام ما كانش يعطينا المساحة كنا دايما نحاول نخلقها من خلال الخاص. فأنا هلأ بهاي الأزمة بدعو معنية جداً إنه هل فينا نأخذ هاي اللحظة التاريخية ونضل ونفكر شو إحنا بالبداية عملنا ببيوتنا، وكيف ممكن هاي الثقافة اللي خلقناها ثقافة المبادرة البيتية اللي خلقناها دايماً واللي أنا بفكر كمان أبدعنا فيها ومشينا خطوات كتير كبيرة وفينا إنه ننقل ثقافة لمحلات تانية، كيف ممكن نركز عليها حالياً كمؤسسات وكأفراد وكفنانين وكأعضاء، ونفهم كيف ممكن العام والخاص يجوا مع بعض بطريقة اللي تخلق لنا نوع من أنواع الانتماء؟ لأنه أنا بوجهة نظري الأزمة الكبيرة اللي خلقتها الكورونا وراح تضل تخلقها أزمة انتماء
وين أنا بدي أكون في هاي اللحظة بالذات، وين أنا بدي أنحشر بهاي اللحظة بالذات، وكيف ممكن أكون إنسان فعال في المحل اللي أنا فيه. طريقة إدارة البيت مختلفة تماماً عن طريقة إدارة العام، عن طريقة إدارة المؤسسة، وفينا كتير نتعلم من طريقة إدارة البيت في هاي الأزمة لنقدر إنه يمكن نتوجه أو نفكر بطرق معينة. ما عنديش إجابات، عندي أسئلة كتير في هاي الفترة. بفكر إنه هي فترة كتير حازمة ومهمة إنه نبلش نفتح فيها أسئلة ونبلش نفكر فيها في وأنا بالنسبة لإلي على كل حال أزمة العام والخاص كانت دايماً مرافقتني، يعني هذه أزمة زيادة أضافت على ما رافقني من 20 سنة لحد هلا. ووضعي كمرأة يعني أول شيء كمهندسة معمارية وكفلسطينية وكامرأة، كيف إحنا ممكن نرجع نفكر بالعام بطريقة مختلفة تماماً، وين إحنا صناع العام مش بس نلاقي لحالنا وجود بإطار العام اللي انبنى مش 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 لإلنا ومش منا. فيعني بالنهاية هذا يمكن السؤال الأكبر اللي عم بيواجهني بهاي الفترة واللي بحب أشارككم فيه. شكرا كتير ساندي. ساندي أنت بتقترحي تقريبا إنه في ظل الأزمات اللي عماله بيصير اللي صارت بفلسطين، إنه دائما كان في استضافة للعام داخل المنزل، فهو نعم. المدرسة داخل المنزل، وبالتالي والشرط تبع استضافة العام هو الاستضافة، يعني يصفي فيه استضافة، وبالتالي فيه معاملة أخرى مجتمعية، يعني بتجيبي زي كأنه ضيوف على بيتك لما تجيب العام على، فبالتالي فيه علاقات أخرى، فيه إدارة مختلفة، في تفكير مختلف في العلائقية اللي موجودة بين الأشياء. بفكر هذه كيف نخدها ونعممها أشياء تانية، وكيف نلحق بوقتها الخاص بصفي في عدة أشكال في استضافة العام، وخلينا نشرها كفكرة. بفكر هذا هو الإشي اللي عمالك تحكي عنه، وحلو الواحد يفكر فيه. بقدر أضيف نقطة واحدة بالنسبة للي حكيته يزيد، لأنه بتوضح يعني أنا في هاي الفترة على كل حال غيرت، يمكن كانت غيرت اسم المشروع اللي عم بعمل فيه أو عم بفكر أغير اسم المشروع لحق الإضافة مش حق الضيافة، واللي هي في فرق كتير كبير، بس بالعربي بيجوا من نفس نفس الضيافة والإضافة. إلهم حق الإضافة، حقك إنه أنت تضيف على المجتمع اللي أنت عايش فيه، إنه أنت تزيد عليه، أنت كضيف بتزيد على مضيفك وهو بيزيد عليك. فأنا بالنسبة إلي حق الإضافة مهم جداً كتير، وإحنا دايماً مارسنا الضيافة في داخل بيوتنا بطريقة، تعلمنا من يوم ما خلقنا كيف نمارس الضيافة كإضافة. فعشان هيك أنا اللي بدعوله إنه نأخذ هاي الأزمة ونفكر كلياتنا في حقنا للإضافة، وين ما كنا نكون وبأي مكان لقينا حالنا فيه محشورين ببيوتنا. شكرا ساندي. ننتقل لكمال، تفضل كمال. كمال بس ميوت انت عامل، اذا بتفك الميوت تبعك. سمعني هلا؟ شكرا كثير على الدعوه يزيد، انا كثير مبسوط انه احنا اجتمعنا بهذه الظروف. وعمليا هذه النقطه اللي بدي ابلش فيها المداخله تبعتي، انه ظهور الوباء هذا خلانا نشوف شغلات اللي موجوده واحنا مش قادرين نشوفها. يعني من الاشياء اللي انا مرقت فيها خلال هالفتره كان اتصالات اللي صارت لي مع مجموعات شبابية مختلفة بفلسطين، مجموعات من الفنانين، إن كان بمدارس للفنون بالضفة أو مدارس للفنون في الداخل الفلسطيني، لمجموعات اللي كان عندها يعني اهتمام بالتواصل مع فنانين فلسطينيين أو مخرجين فلسطينيين عندهم خبرة أكبر. هذا التواصل اللي
يعني قبل الوباء ما كانش موجود بالشكل هذا، يعني انه واحد يسمح لنفسه يشكل مجموعه ويقول اوكي انا هلا بدي اسوي ندوه زي ما احنا هلا مسويين اللي تجمع ناس من كل الشتات تبعنا. فهذا هاي الظاهره كانت بالنسبه لي ظاهره كثير يعني مثيره، لانه الاسئله تبعت الجيل الجديد من صناع الفن ان كانوا طلاب او ناس اللي بيشتغلوا بالفن شابات وشبان فلسطينيين، هي كانت اسئله لها علاقه بالهويه تبعتهم. الهويه بمعنى بيشمل معنى التقليد اللي احنا بنحكي عنه كهويه فلسطينيه، بس بمعنى اي نوع فن، شو احنا ممكن اليوم نسوي بالفن، وكيف احنا ممكن نستخدم الفن كاداه للتعبير عن مشاكلنا، للتعبير عن الواقع تبعنا. هذا خلاني افكر كثير ب يعني باصول التعبير الفني. يعني في مقولة كتير حلوة للفنان الألماني يوزيف بويس اللي قال فيها إنه الفن هو علم للحرية، science of freedom. بفكر بالحالة تبعتنا كفلسطيني اللي إحنا الكل حكى عن هذا الموضوع وساندي ذكرت إنه إحنا كتير مجربين بالتفاعل والتعامل مع الأزمات. يعني طول حياتنا هي أزمات، يعني فيش إشي بالسيرة الذاتية تبعت الشعب الفلسطيني غير سيرة ذاتية من الأزمات ومن التفاعل مع هذه الأزمات. بفكر إنه بهاي المرحلة اللي إحنا عايشين فيها اليوم في حاجة بالفعل للعودة للجذور، الجذور تبعت أي إنتاج فني بالحالة تبعتي السينمائي اللي طبعاً بحاول يتعامل مع الواقع، مع الأزمات اللي إحنا عايشين فيها، بحاول يعطي تأويل لهذه الأزمات ويعطي تأويل لهذا الواقع، وبنفس الوقت عودة للجذور بمفهوم إنه الفن كأداة لمقاومة الواقع اللي إحنا عايشين فيه. يعني طبعاً اليوم إحنا بالظروف اللي إحنا عايشين فيها تم يعني صار في عملية ابتزال لمفاهيم معينة اللي هي كانت أساسية، وجودها كان أساسي بالنتاج الفني الفلسطيني، مثلا مفهوم المقاومة. يعني أنا بالنسبة لي كمخرج بفكر إحدى الأشياء اللي مهمة كتير بالشغل تبعتي اللي بتحفزني إنه أسوي فيلم من ولا إشي بمرات بظروف إنتاجية صعبة أو ضئيلة، إنه في عندي حاجة بفكر هذه موجودة الحاجة يعني كتير من الفنانين الفلسطينيين بالأخص حاجة للتعبير عن الواقع تبعنا، إعطاء تأويل معين خاص فينا للسردية تبعتنا إحنا ومقاومة هذا الواقع. بفكر في حاجة اليوم بالفعل للعودة لهذه المفاهيم، طبعاً بإضافة نضيف عليها كل التجارب اللي مرقنا فيها، كل الأخطاء اللي مرقنا فيها بالإنتاج الثقافي الفلسطيني. كمان مرة برجع لنقطة التواصل، هذا اللي صار إنه كان بالنسبة لي مهم لأنه برضو فتح مجال إنه واحد يفكر إنه في حاجة ملحة اليوم أكثر من قبل إنه نجمع الشتات تبعنا. يعني ظاهرة الكورونا هي سمحت إنه إحنا نسوي ندوة مثل هاي الندوة، وممكن كمان تسمح إنه يكون في تفاعل أكبر اللي يعيد يعني تعريف الإنتاج الفني الفلسطيني. بفكر إنه يعني المعضلة الكبيرة اللي كتير من الفنانين وبالأخص السينمائيين لأنه بشتغل بالسينما هو موضوع التمويل. يعني من ناحية في فشل معين بتخيل أي فعل ثقافي وفني من دون وجود المصاري، وهذا بذكرني بقصة حكى لي اياها واحد كان عايش ببيروت بالستينات يمكن بالسبعينات، يمكن سنة بتعرف عن هذا الموضوع اكثر مني، انه الفلسطينيين لما كانوا بالمخيم قبل ما يكون في عندهم كل التمويل اللي كان يجي اللي اجى بعدين من دول الخليج بالاساس اللي سبب طبعا مشاكل معينة، كانوا بالفعل يشاركوا المجتمع
بالفعاليات اللي هم بيشتغلوا فيها. يعني كان في مشاركة مجتمعية لأي فعل ثقافي، وكمان مشاركة من ناحية التمويل كمان لهذا الفعل الثقافي. فبفكر إنه إحنا يعني في حاجة عن جد إنه نتخيل من جديد إمكانيات إنتاج فني اللي هي ضرورية، ضرورية لأنه إحنا بالفعل في ضرورة ملحة للإنتاج الفني تبعنا بالتعامل تبعه مع لتأويل الواقع تبعنا بتصدي للمآس اللي إحنا بنعيشها. ومن ناحية تانية هو يعني رغب يعني محاولة لإيجاد حلول محلية اللي تعتمدش على الآخر على التمويل الأوروبي أو التمويل الجامعي الخارج. يعني بفكر إنه يعني وصلنا لمرحلة اللي ممكن بالإمكانيات الضئيلة الموجودة عندنا، بفكر يعني في حاجة إنه إحنا نجمع الطاقات تبعتنا، يعني في حاجة لتجميع الطاقات الموجودة عندنا. يعني أنا كتير بفكر بناس اليوم بدون يسووا فن، يعني من فلسطين، فلسطينيين شابات وشباب، يعني هاي الناس يعني بحاجة لرعاية معينة من ناحية إنه إحنا نشاركهم بالتجارب اللي إحنا أمة فيها، بس سوري من ناحية تانية باليربو من ناحية تانية إنه يكون في يعني تواصل بين المؤسسات والأفراد اللي عندهم إمكانيات وعندهم حب لدعم الثقافة الفلسطينية إنه يجتمعوا ويشتغلوا مع بعض. فبدي بس أنهي بموضوع إنه عملياً بالحالة الفلسطينية تبعتنا إحنا فيش لنا أي خيار تاني، يعني ولا مرة كان عندنا خيار تاني. فهذا يعني من ناحية التميز تبعنا، لأنه عدم وجود خيار خيار تاني هو عمليا ممكن يكون محفز كبير لصناعة الفن، لأنه في حاجة لصناعة الفن هذا، وهذا كان سبب من أسباب التميز للإنتاج الفني الفلسطيني، إن كان على صعيد الكتابة أو الفن أو صناعة السينما، مع يعني محدودية التجربة. يعني أنا مش هلأ أعظم بحجم الطاقات الموجودة عندنا، بس بفكر التجارب الموجودة عندنا هي تجارب كتير مميزة اللي ناتجة كانت عن عدم وجود أي خيار تاني. شكرا. شكرا كتير كمال. بس ألخص كمال اللي بحكيه أكتر عن إنه الأزمة هاي فتحت قنوات جديدة للتواصل مع مجموعات ومع أجيال ما كان ممكن يتواصل معها الواحد من قبل، وهذا فتح كمان لكمال ولإلنا كلياتنا أسئلة جديدة عادة ما كنا شايفينها بالنظام السابق كيف كنا عايشين. وبالتالي في جيل جديد عم بدور على هوية، بدور على لغة فنية جديدة اللي هي جزء منها لا تأويل الأزمة والواقع ومواجهته ومواجهة المفارقات الموجودة حاليا، وجزء هو كمان انهم بدوروا على هوية اخرى اللي هي كتير مهمة في وجود الفن لا التعبير عن هذه الهوية. وبالتالي كمان عم بيحكي عن قصة المعضلة تبعت التمويل في السينما، والحل له اكتر هو الرجوع للذات، رجوع المجتمع لذاته وعلاقة الفنان بالمجتمع والمؤسسات المجتمعية لدعم الفن من خلال احتضان المجتمع لموضوع الفن. وعم بيحكي عن كل هذا بيجي، وكل هذا الكرياتيفيتي هذه كلياتها بتيجي من دائما وجود على الاختيار كنموذج قدام الفلسطينيين، وبالتالي من هون بطلع كل الطاقات هاي المبدعة في، والفن بيكون كتير ضروري بهذه الحالة. طيب ننتقل هلأ لسماح، كمان 10 دقائق سماح. شكرا، مبسوطة كتير انه انا جزء من هذا النقاش، وانبسطت كتير بالشغلات اللي كمان انحكت قبلي عشان انطرح يعني مواضيع مهمة، وكان في
كمان زي كأنه يعني رجعت مثلاً ساندي طلعت شوي لورا مع جعفر على إيش كانت طرق الإنتاج أو الفنانين كيف كانوا أصلاً بين الأماكن الخاصة والعامة عم بيشتغلوا عم بيكون في يعني في creativity كمان بكيف الواحد ممكن يتصرف في هذا الواقع. بدي أبلش بدي بس هيك عشان استفزني شوي هيك أفكر بموضوع التمويل، فرح أبلش بأفكار مختلفة وبدي أشارككم بالتجربة تبعتي كمان في آخر 6 أشهر. بالنسبة لموضوع التمويل صعب عشانه العمل الثقافي الإنتاج الثقافي في له تاريخ متصل بأنه الحكومة بتدعم أو المؤسسة بتدعم، فهذا الحل تبعه يعني مش عارفة. وبعدين هي المشكلة الأكبر أنه رح توقع على رأس الفنان بالآخر الحلول اللي هي أنه لا لازم نلاقي طرق تانية. فهيك لما حدا بيقول آه لازم نلاقي طرق تانية بلاقي حالي عم بنقز أنه ما تغيروا شيء هلأ طالما يعني في نتفة سيولة ماشي عم بتحرك شوي، عشان الوضع بالذات والوطن العربي وفلسطين لسه أكتر صعب كتير. ومن تجربتي كمان في الأردن في مكان حاولنا أنه نشارك كمان المجتمع بالنشاطات تبعتنا كان في تجارب ناجحة وكانت بس كان يعني بطلوع الروح زي ما بيقولوا. فهذا الموضوع يعني بتمنى أنه يكون في طرق تانية. وطبعاً إحنا بنينا بجوز يعني بنينا هذا الشكل بالتمويل بنيناه كمان استعرنا من أوروبا ما بعرف يعني أو الحكومة استعارت من أوروبا ما بعرف يعني. فهاي بالنسبة للتمويل أنا كمان بوافقكم أنه يعني بالأول كان عندي ردة فعل للتواصل على أونلاين على وسائل التواصل زي زوم وغيره، بس لما طبعاً إذا حدا طلب مني ما بقول لا، فبلاقي حالي بالعكس لا مبسوطة أنه عم بتواصل وأنه يعني فعلاً هذا عم بيفتح لجمهور أوسع وبتبطل المؤسسة كمكان عم بتأثر على قرار الأشخاص إذا بدهم يشاركوا ولا لا، عشان مرات كتير المجتمع يعني مش كل الناس مثلا ممكن تفوت على على المكان هذا بيستحوا أو ما بلاقوا حالهم يعني مش مناسب أو مش فاهمينه أو فهذا كمان أعطى الجانب الإيجابي. بس الجانب أو السؤال بصير إنه عندي هيك الشعور إنه هاي المؤسسات الكبيرة البنايات هاي وأنا عايشة في بلجيكا، فاليوم يعني رايحة على السونتر بومبيدو كانال يعني إنه عمارة كبيرة هيك وفايت وبحكي مع القيم هناك يعني واضح إنه هو مكتئب يعني في مساحات هائلة فاضية. فبحس حالي أنا كفنانة يعني بين مش عارفة هو يكون عندي أقلق ولا ما أقلق على إنه المساحات هاي فاضية، عشانه فعلا هي كانت هاي المساحات الفنية المؤسسات اللي هي زي ما سامية قالت هي عم تختار مين اللي بفوت ومين ما بفوت. هدول المؤسسات إيش الدور اللي رح تلعبها بالمستقبل وإيش وكيف رح تلاقي حالها كيف رح تصيغ أو تعيد صياغة مكانها في المجتمع. أظن هذا كمان اللي أنا متحمسة أشوفه يعني إن شاء الله يصير في إشي عشان مش معقول العمارات تضلها فاضية يعني واحدة من أهم يعني مسرح صغير بس مهم كتير في بروكسل في أول شهرين فتح يعني عشان كانوا مثلا الناس اللي بالشارع محتاجين حمام محتاجين يحط يعب يشحن عشان المترو سكر. فأسمع الناس اللي على الشارع يقول طب أنا وين دي أروح يعني، ففتحوا بس ليشحن التليفون المكان اللي ممكن يأكل فيه لقمة. وهذا كمان يعني كان دائما مثلا المؤسسات تحلم انها تكون عندها دور فعال اكثر بالمجتمع عشان هيك يعني بترسم كمان هي لحالها مع الفنان نرسم احنا انه احنا لنا دور فعال عن جد مع المجتمع، بس بنفس الوقت زي كانه كان مع الوقت مش عارفين كيف نصيغه عشان نفوتنا بهاي الدوام السريعه اللي هي بدك تعمل مهرجان او بدك يعني زي ما كمان سامية قالت هو كان في 99% المؤسسة مش ل 99%. مع الوقت صارت مش انه هي النيات مش بمحلها
بس النظام العالمي تبع الإنتاج الفن هو ركبها بطريقة إنه صرنا إحنا بمكان أضيق من ما إحنا منحب نكون فيه. فإيش يعني كيف رح نلاقي طرق؟ يعني هلأ أنا مثلاً من زمان عملت ورشة من يومين، هو جزء بداية البحث اللي عم بعمله، مشروع كمان يزيد عزمني إنه أنتجه خلال 4 سنين الجاي. فمن زمان لما كنت أعمل هاي الورشة إذا ما إجا مثلاً 10 أشخاص أنا أحس حالي يعني مش ما قدرت، يعني فشلت. بس هلأ لما إجا شخص واحد رجع زي كأنه علاقتي مع الشخص تغيرت، مع الإنتاج، مع سرعة الإنتاج، مع إيش معنى الرقم. هو عشان نركز على الأرقام ولما نركز على النتيجة. هذا على شكل شخصي كإنتاج الفني أعطاني شوي لحظة اللي أنا بحتاجها وكنت بحلم فيها، إني أهدى نتفة زي ما ساندي كمان قالت، إنه أعطتها فرصة إنه تعيد النظر بالكلمات اللي هي بتحمل المشروع. هذا يعني بشكل شخصي أنا بعرفه من كمان الناس اللي حوالي. في ناس يعني كلهم قالوا طيب منيح ليش كوفيد عشان نوقف لحظة نشوف إيش اللي عم بيصير حوالينا. كمان اللي صار عشان في بلجيكا كمان في عندهم حراك جدا لطيف عم بتعلم كتير منه من الوسط الفني اللي هو بدافع عن حقوق الفنان مع الحكومة. فهم يعني ومنظمين طبعا وما بتخانقوا كتير وبسمعوا بعض، فكمان كتير حلو. فعم بتعمل ايه ما تخانقوا وعم بيحكوا عادي بشوط شوي عالي، بس يعني في احترام. ومجموعات كبيرة بتتعاون على كيف راح يحموا الفنان من انه وكيف الدولة راح تحمي الفنان، انه هم بيروحوا بيطالبوا. هذا كمان كوفيد اعطى مساحة ووقت للناس انها تتجمع حوالين بعضها تركز على هاي النقطة. الشغلة الثانية اللي كمان انبسطت عليها اللي انا قدرت اشارك فيها كمان، انه كان في مجموعة يعني خلينا نقول مرنة من الناس، ما في حدا بيقودها، بيحاولوا انهم يردوا على موضوع الكولونيالية بشكل المؤسسة الفنية تحديدا في اوروبا طبعا، وكيف هي بتسمح لدخول بعض الاشخاص البيض وبقية الناس، والانتاج الفني تبعهم اللي بيجي من ثقافة ومواضيع وتراث ولغة وتجربة شخصية الفلسطينية بيعرفوها كتير مع Black Lives Matter وغيره. فهاي المجموعة كمان قدرت تتجمع أكتر على بعضها لنشوف كيف ممكن نلاقي طرق إنه إن يعني هو اسم المجموعة Coup de Zag، فيعني هو عن جد يعني عمنا نحتل المؤسسات. هذا بالنسبة لي كنت قلقانة إنه الناس بعد كل الحراك اللي كان عم بيصير حول العالم، مش بالضرورة بالثقافة والفنون بس بشكل يعني عالمي ضد الهيمنة، ضد الحكومات، ضد العنف، كنت كتير قلقانة وقت ما بلش كوفيد إيش رح يصير في هاي إيش رح يصير في الحراك، في التراكم تبع الحراك، عشان إحنا بنتعلم وبنبني مع بعض عشان متعب الحراك والعمل السياسي. فكنت قلقانة، فانبسطت إنه سمها ورجعنا يعني، وكان في وقت بجوز عشانه كان في وقت. فهدول التجارب المختلفة اللي ممكن أشارككم فيها والأفكار المختلفة فيها بشكل شخصي. يعني أنا اكتشفت إني أنا ما بعرفش أوقف شغل، فيعني هو كوفيد ولا مش كوفيد أنا طول وقت طول وقت بعمل إشي. فهيك صار في عندي تساؤل شخصي، هو أنا يعني عندي مرض ولا انه ما بعرف اوقف شغل ومثلا بس اقرا او اتفرج على نتفليكس، ما بعرف. هذا لسه هذا لازم يعني افكر فيه اكثر ايش معناته على شكل شخصي، اني ما عرفتش كثير اوقف، بس طبعا صار في تفكير يعني in the background. فهدول الاشياء اللي الشغلات اللي بتخطر على بالي اللي لها خص يعني بالموضوع العام. فوزن لازم بكفي هيك احسن ما تخطى على 10 دقائق، صح يزيد؟ بقول
شكرا سماح. أسئلة برأيي بتكمل الصروح المعمارية للمؤسسات وقت الكوفيد وتفريغها، وفيش فيها إشي تستخدم كحمامات برأيي، زي استعارة كتير مهم الواحد يطلع عليها. كمان مسألة الدور المجتمعي تبع المؤسسات اللي دائما كانت تحت التساؤل ومخربط، أنا بفكر موضوع كتير مهم، واللي حكت عنه في البداية سامية كان عندها وجهة نظر بفتحها على على المجتمع، خاصة ال 99% اللي مختفيين. وكمان بظل الكوفيد كمان ما توقف الحراك الفني، خاصة فيما يتعلق، انت سمحت تحكي عن نقطتين مهمتين، هي دور المؤسسة الرسمية بحماية الفنان ومسؤوليتها، وضعها قدام مسؤولياتها، والنقطة الثانية هو محاربة التأصل الاستعمار بلغة المؤسسة وطرائق عملها والمواد البصرية اللي بتعرضها إلى آخره إلى آخره. فهذا كمان مستمر زي ما أنت بتحكي، وبحاجة الواحد يتمه متبع عليه بزيادة. فشكرا سماح. بس بدي أزيد شغلة واحدة نسيت أقولكم عليها. بال2011 لما كنت أنا في مكان عم بدير المساحة، كان عنا طبعا كمان مرة هيك إنه إيش دور المؤسسة اليوم، أو إيش دور المساحة، بلاش مؤسسة، مكان ما عمره كان مؤسسة، يعني إيش دورنا اليوم. وكانت أكتر يعني من أكتر المرات اللي بتذكرها كانت بتفش الخلق، إنه بيسكلي فتحنا الباب وقلنا للي بده يجي تعالوا، إحنا محتاجين مكان إنه نكون مع بعض ونناقش بعض على اللي كان عم بيصير حولنا. وبتذكرها، وكتير ناس لسه بيحكوا فيها اللحظة، فبس حبيت أزيد على هاي النقطة. شكرا سماح. بلكن هلا اذا في حدا منكم بحب يعلق على او يضيف على اسئله الضيوف الثانيه، كمان بكون اهلا وسهلا. اذا لا، خلينا ننتقل للجمهور. اوكي. كمان مش سامعينك، اذا في حدا بده يحكي بس هي. هلا انا شفت لانه بسكر لما حدا تاني بيحكي، بس كنت احكي اضيف للي حكته سماح. يعني اللي انا عم بحاول اقوله هو مش الغاء دور المؤسسات او الحكومات بوجود حكومات، لانه احنا فشلنا، يعني مش موجودين بوضع طبيعي، يعني مش ممكن نحكي انه احنا عندنا حكومه بالمفهوم تبع بلجيكا او حتى دول عربيه معينه. بس القصد كان انه في حاجه لمشاركه المجتمع بالمؤسسات الصغيره الموجوده عندنا، وكمان افراد اللي عندهم امكانيات معينه. يعني في حاجه لملمت هذه التجارب، التوجه لهي الناس من جديد، المحاوله بالفعل يعني تجميع الطاقات تبعتنا اللي هي موجوده في كل محل، يعني بكل محل احنا موجودين. والسؤال بالآخر يعني حتى بالإنتاج الفني نفسه، كيف إحنا ممكن نحول نقاط الضعف لنقاط قوة؟ بفكر بالتجربة الفلسطينية في أن كتير نماذج اللي إحنا نجحنا فيها إن نحول نقاط الضعف تبعتنا لنقاط قوة، إن كان بالعمل السياسي وأكيد كمان بالعمل الفني. بموضوع الجيل الجديد اللي انت حكيته، التلخيص تبعك كان كتير حلو يزيد، لانه بالفعل في حاجة، في عملية بحث عند جيل جديد من الفلسطينيين العاملين بالثقافة وبالفن، لمحاولة تعريف الهوية الفلسطينية بالمفهوم الفني، يعني شو احنا ممكن اليوم ننتج. فبفكر انه من ناحيه هاي ممكن نطلع على الفتره هاي كنهايه مرحله وفرصه جديده لنا. صحيح. طيب في سؤال في سامية، في حدا بحب يسمع منك اكثر على شو بتعني بقصه فتح المؤسسات أبوابها؟ في سؤال عندي ل 99 العاملين بالحرف والفنون اللي مش داخل
مش داخل نطاق عمل المؤسسات الحالية اللي بتشتغل بالقطاع الفني. سامي بس حطي unmute please. اللي بشوفه بالمؤسسات انهم فلسطينية ام هم بامريكا أو اي محل باوروبا، لما بدهم يعملوا حالهم كأنهم هو مع مع الشعب، كأنهم هو مع الجالية اللي هي حواليهم، مش مع مقتني الفن اللي بعطيهم المصاري التمويل اللي بجيهم، والبرجوازية اللي هي بتحكم هدول المؤسسات والمتاحف، بدهم يفرجوا بطريقة احنا معكم اتفضلوا، هاي في عنا جالرية وهاي في عنا مكاتب وصالات وإلى آخره، استخدموهم. بس ما عمرهم بعطوهم حق التقييم وحق تقرير جودة الفن، دائما حق التقييم والتقرير من هذه الناحية بإيد المتحف. لما تقول لهم خليهم يدخلوا وهون يقرروا إيش حلو وإيش مش حلو بنجنوا. فأنا مع تبع الكودتات إن الإدارات ما بدهم يتحلحلوا شوية ويخلونا ندخل، راح الدخول يكون بالزور، لأنه الدنيا عم تتغير، الدنيا عم تتغير، مش راح تضل زي ما كانت مثل قبل. فإيش بعني؟ بعني لازم يفتحوا الأبواب، يفتحوا مخهم، ويكون إشي كتير أحلى، لأنه الشعب وليش بخافوا الناس؟ بخافوا كتير كتير، بيقولوا بدها تكون مادة عاطلة، بدها تكون رسم جودة عاطلة واطية low quality. مناش مثلاً واحد بيحكي الصغار بالعمر اللي جديد بادين ما بيعرفوا ما هي الرنسانس، ما هو شو بيحلمنا ان بيعرفوا ولا ما بيعرفوا أهمية الرنسانس. الفن بإيدهم، الفن الفلسطيني المعاصر طلع وقت الثورة والقضية الفلسطينية، ما طلع من وراء إشي تاني. فاتذكروا هدول الأشياء، ناس مثل أبوك وأصحابه يا يزيد هو اللي عملوا حركة الفن المعاصر، مش الإداريات اللي عمالة بتحكمنا وبتجبلنا مقيمين من برا. حتى مقيم إيطالياني يجي يقول لفنان بغزة إيش لازم يعمل وإيش بيليق وإيش ما يليق، هذا كله غلط من وجهة نظر. إن شاء الله فسرت. سامية لسه في تكملة، لأنه في أسئلة عمالها بتيجي كتير، إذا بتتمك معي نتفة غلبك. في سؤال، في حد عم بيسأل بسؤال مين بيقرر مين يعني مين في الآخر بعد فتح الأبواب مين بيقرر مين فنان ومين فنان؟ وهل فعلا ال كونتراكت المجتمعي هو إشي سلمي، مش إشي كمان ممكن يعمل إشكاليات داخلية وعنف داخلي في تقرير ما هو الفن داخليا؟ لأنه إحنا بنعرف لما يعني دائما الأسئلة هاي كمان بصفي في عنف حواليها مجتمعيا، في حدا رح يأخذ الإدارة تبعتها حتى لو انفتحت لها مجموعات أكبر تاريخيا عمل بكون. ولحظة ثانية، من هم فهم من هم كمان كيف هذا من هم اللي يملكون الجودة حينئذ؟ أنا بدي أسألكم نرجع للتاريخ شوي. أنا قلت الأجيال بهذا، وما تخافوا من التنويع، التنويع بخوف الناس. طيب بلاش إنا يكون مقيمين، جيبوا اللي بده يعرض أعماله خلوهم يعرضوا. ليش عم نمنع الجالية إنه تشوف إيش عم بيصير حواليها بالشعب بالناس؟ يعني شو في غلط؟ خلينا نتفرج. حد سألني أنت بتفكري أنت بتعرفي إيش قيمة الفن مستقبل؟ لا ما بعرف. أنت تطلبوا مني أقيم معرض، راح أعمل على رأيي، بس الله بيعلم رأيي راح يكون مقبول بالمستقبل من الأجيال بعد جيل جيلين ثلاثة. فأكيد في عنف، الناس بتخانقوا على كل إشي، بتخانقوا على انفش مية، بتخانقوا على نص كاسة مية، انفش تمويل بدهم يتخانقوا على مين بده يتمول. فأنا عم بحكي عن إشي جديد، عن خيار جديد، عن تغيير الترتيب، وإنه القرار بده يكون بإيد الجميع. التنوع فيهوش إشي بخوف، فيهوش إشي حلو. إن شاء الله جوابت يعني. شكراً كتير سامية. بس بدي أذكر إنه في أكثر من حدا عم بيبعت أسئلة، اللي بده السؤال بيقدر يكتب على تشات كمان دور، ف
يكتب اسمه ويكتب السؤال أو بيطلع اسمه لحاله. فأهلا وسهلا بكل الأسئلة. بس قبل ما الناس تكتب أسئلتها، إذا في مداخلات تانية من منكم، ساندي سماح وكمان. فش خليني أحكي إيش مثل. فإذن مثل من أوروبا، من الانطباعيين، تتذكروا فان جو، تفكروا بقصة فان جو، بتعملوا مناسبة، بتشوفوا فان جو بالنسبة للأكاديمية الفرنسية على وقتها. حقيقة فان جو كان هيئته كأنه مجنون، بس لما تشوفوا الأجياء ومين كان يحب فان جو، بس أخوه، ما حدش مهتم فيه. هلأ إحنا إن بدنا نقيم أهمية الفن، فان جو بده يكون كومي، وبقية كل المؤسسات والرسامين والأكاديميين تبع بقية باريس كومي تانية. فأنا بقول هذا إشي مهم، التنوع إشي مهم، الحرية بالتقييم والتقرير مهم وجميل. أنا مع الثورة. كودت دزار وأكبر. أكبر. طيب، في سؤال تاني عن الجسد كمان دور للمتحدثين. في حد بيسأل عن قصة كيف الفن بده يحرر الجسد، خاصة إنه في الجسد هو المكان اللي المستعمر بيبدأ منه تسيطر على جسد البني آدم، فكيف يمكن للفنون تحرير جسد وهو مستعبد؟ هذا سؤال. فيرا تماري عندها سؤال، بس لازم تكتبه. فيرا لازم تكتبي سؤالك على الشات بليز. أنا بقدر أبلش أجاوب هذا السؤال بالطريقة مزبوط. المستعمر بيستعمر الجسد، بس أنا اللي فهمته كمان فيهوش يستعمر عقلنا. يعني في الجسد عبارة عن أكتر من شيء، وعقلنا جزء كتير مهم من هذا الجسد. وأنا بعتقد إذا في إشي ساعدني في الفن، إنه فهمت إنه أنا فيها أحرر نفسي حتى لو الاحتلال الإسرائيلي لساته موجود. يعني أنا بالنسبة إلي فكرة إنه أنا كل يوم بقدر أحرر جزء ولو حتى صغير من طريقة تعاملي مع الحياة وإعادة. يعني الاستعمار بأخذ منه إشي كتير مهم، وهي الثقة بقدراتنا وإعادة صياغة الثقة بالنفس. وأنا بفكر مع هاي الأزمة بالذات، كل حدا فينا أمام معضلة إنه كيف نعيد ثقتنا في مين إحنا. ويمكن بدي أحاول كمان أعقب على اللي بتحكيه سامية. الفنان بتعريفه إنسان واثق إنه هو بيقدر يضيف للمجتمع، وبيقدر يعطي، وبيقدر يقدم، وبيقدر يفرجي. يعني عنده already ثقة معينة بالنفس لمرحلة إنه قادر يشارك فيها البقية. أنا سؤالي كيف إحنا اليوم فينا نرجع نعيد ثقتنا بالنفس، ونعيد تفكيرنا بطريقة تحرير جسدنا وعقلنا. ويعني بفكر إنه واحدة من الشغلات اللي كتير مهمة إنه الفن بعطيك مساحة اللي بتقدر تنتج فيها، حتى تنتج فيها بطريقة أنت كيف أنت بتفكر كيف لازم تنتج بعيد عن المحتل. يعني أنا بالنسبة إلي إذا في مساحة فن إلها معنى، هي مساحة الفن اللي قادرة تساعدني على التحرر ولو بكمية قليلة. يعني كل جزء بتحرر من عقلي، وكل جزء قادرة أفكر فيه بطريقة تحرري، هو زيادة، هو واحدة من الطرق. بدي أعطيكم يمكن مثل كتير صغير على شو بعني بتحرر. أنا بعنيش بتحرر العقل بس بالتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا لما وصلت على السويد كان همي الأكبر كيف أنا ممكن أضل إنسانة مستمرة في تحرير نفسي حتى من العبودية الكولونيالية اللي موجودة بطريقة مخفية بأوروبا. يعني أنا لما وصلت على السويد كان سؤالي لحالي، أنا شو بدي أعمل اليوم الرابع اللي أنا بكون فيه في السويد؟ يعني أنت لما 3 أيام بتكون في بلد أنت ضيف،
وبيحترموك كضيف. اليوم الرابع في بالحديث من الأحاديث بيقول الضيف 3 أيام وبعد ذلك صدقة، منصير صدقة. هلا أنا إذا أنا بديش أقبل أكون صدقة، شو بدي أعمل باليوم الرابع اللي بكون فيه في محل زي السويد؟ فبلشت من خلال الفن أطالب في حقي بأنه مش أنا أكون بس مستضافة، إنه أضيف. بعد 3 سنين بلشت أطالب في حقي في تغيير جزء من السويد، لأنه أنا عايشة هون ومن حقي. إنه أنا مين علمني أعمل هذه الشغلة؟ علمتني إياها فلسطين، وعلمتني إنه أنا قررت أحرر نفسي حتى تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولما بتقرر تحرر مخك حتى تحت الاحتلال الإسرائيلي بأي مكان بتكون فيه وبتحس فيه أي نوع من أنواع الكولونيالية، بصير عندك رياكشن وبتصير تفهمها وبتصير قادر تفهم هاي الكولونية قد كولونيالية قد ما كانت مخفية. فيعني في النهاية اللي أنا عم بحكي فيه إنه أنا بالنسبة لي إذا في أي معنى للفن بحياتي حالياً، إنه عم بيساعدني إنه أتحرر كل يوم جزء زيادة. واللي بتمناه لنفسي إنه يمكن أقدر أموت في يوم من الأيام وأنا متحررة، يمكن حتى لو الاحتلال الإسرائيلي لساته موجود. شكرا ساندي. ساندي في تكملة لإلك كمان سؤال عم بيحكي، طب كيف عم نحكي عن الاستضافة والإضافة، طب حدا بيحكي شو إعادة ترتيب علاقتنا مع الحيز البيت كحيز لإنك تقيمي هذه العلاقة بين الاستضافة والإضافة؟ كيف الواحد بيرجع بتطلع كمان على البيت وكمساحة؟ بتعرف البيت مساحة خاصة زي ما حكيتي، وفيها محلات فيها وظائف معينة. كيف الواحد بيعاود يطلع كل مفهوم البيت كمكان خاص لتقديم الإضافة والاستضافة بالطريقة اللي انت بتسويها؟ يا شوف، أنا كمهندس معماري على كل حال إذا بتطلع على البيت كبيت بتطلع على مكونات هذا البيت. البيت فيه محل احنا بنسميه صالون، مرات بنسميه بيت الضيافة، مرات بنسميه بيت الضيوف، مرات بنسميه غرفة الضيوف. يعني إلنا أسماء مختلفة، مرات بنسميه غرفة المعيشة، في إله أسماء مختلفة. بس إذا أنا بيقولوا لي وين الساحة بالبيت، هاي غرفة الضيوف هي ساحة البيت، هي المكان الأكثر مكان عام بالبيت، هو ساحة هو غرفة الضيوف. وأكمل واحد فينا كل ما زال عنا ببيوت أهالينا، يمكن إحنا صففناها وبدون ما نفكر في تخفيفها. الصالون هذا اللي دايماً جاهز إنه يستضيف أي ضيف داخل من برا بدون ما ننتبه، يعني الواحد بدق على بابه ضيف ولازم دايماً صالون بيته يكون جاهز. صالون بيته يكون جاهز معناه أنت دايماً معتبر حالك شخص له كيف بيقولوها public figure، يعني إنسان لك مساحتك بالمجتمع وإلك المحل اللي أنت بتقدر فيه تمثل نفسك. يعني ساحة البيت هي مكان لتمثيل الذات، ودائماً إحنا بكل أزمة في فلسطين مثلنا فيها ذاتنا. هلأ بالسويد بعد كل الحداثة اللي مشوا فيها قرروا إنه تمثيل الذات مش مهم، لأنه الدولة هي اللي بتمثلك. فبطل عندهم صالونات، بطل عندهم بيوت ببيتهم وين بيقدروا يمثلوا حالهم، وقبلوا إنه الدولة تمثلهم بشكل كامل وتام. وأنا بالنسبة إلي هذه في عليها سؤال كتير كبير. لما إحنا كنا مش عاجبنا الصالونات اللي أهالينا تركينهم بدون معنى، معناهم كان كتير كبير، معناهم كان إنه أنا كإنسان في إلي مكان يمثلني، في إلي مكان يمثل وجودي، وجودي كشخص إله معنى بهذا المجتمع. فبيوتنا لعبت دور كتير كبير، واللي أنا بطرحه إنه خلينا نرجع. يعني أنا ما عنديش أجوبة، بس عندي اقتراحات معينة، إنه خلينا نرجع نفكر كيف بيوتنا دايماً لعبت أدوار مهمة وحاسمة بكل صغيرة وكبيرة بقضيتنا الفلسطينية. فخلينا نرجع نفكر بهاي الصالونات اللي عملنا فيها جامعات، خلينا نرجع نفكر بهاي الصالونات اللي عملنا فيها مدارس، خلينا نرجع نفكر بهاي الصالونات اللي كانت
محلات لكل الأحزاب السياسية اللي يبنوا فيها حالهم. يعني أنا هذا اللي عم بحكي، إنه خلينا نفكر بعامنا يتعلم من خاصنا، ومش بس عامنا يفرض حاله علينا. يعني العام فيه يتعلم من كيف إحنا، إذا إحنا عنا ثقافة، عنا ثقافة كيف حولنا الخاص لجزء من العام. وأنا بفكر بتكون خسارة كتير كبيرة لكلياتنا إذا ما قدرناش نرجع لهاي الثقافة ونعيد التفكير فيها ونفهم كيف نحولها بهاي الأزمة لقوة مش لضعف. في كمان سؤال، كمان نرجع لقصة فتح العام لفتح المؤسسات، نعود نرجع في كتير أسئلة عليها، فتح المؤسسات ل99%، وقصة السؤال عن الخاص داخل بصفي داخل هذه الجامعة. احنا بنعرف ان المؤسسات تاريخيا يا هي مسيطر عليها من قبل المشروع السياسي بدكتاتورية معينة، وبالتالي في إملاء على كيف صناعة المعرفة والفرد داخل المؤسسة، أو في رأس المال بيسيطر عليها الشركات والاستهلاك بصفي جزء من صناعة المعرفة وصقل الأفراد اللي تستخدم هذه المؤسسات، أو ممكن للناس في أحزاب دينية أو أحزاب تانية اللي بتأخذ المؤسسات هاي وكمان بتجيرها بطريقة أخرى. السؤال هون كيف الواحد بلاقي الخاص لما فتح الأبواب، يعني في دائما رح يصير في توازن، في مجموعة أو جهة رح تسيطر على تعود، يعني تسيطر بعد فترة، فكيف الخاص الواحد بيلاقيه كمان دور رح يتساءل عن الخاص داخل الفنان على مساحته داخل هذا الاستحواذ. فغالباً أظن السؤال لسامية. شكراً. أنا بدي تسمحوا لي أعمل ملاحظة صغيرة عن ساندي، ما قالته ساندي وما حكى كمال. أنا بعدين برجع لأجاوب السؤال مع إذنكم. كمال حكى عن كيف بيكون حلو نتجمع ونجمع كل الأشياء اللي صارت، كل الأهميات، كل الأكمبليشمنت المهمة اللي عملناها تاريخياً. وهذا إحساس أظني عند كل فلسطيني، منا نكون، منا نرجع فلسطين، منا نبنيها. بعرف أنا كنت أشتري تواب قديمة وأرجع أطرزهم وأعدلهم وأعملهم حلوين من أول وجديد. وأنا بشوف هذا من قلبنا داخل عند كتير ناس، إنه حابين نرجع فلسطين، عمالنا منحوش كل إشي لأنه مستقبلاً راح نرجع ونبني فلسطين. وأنا من الناس اللي بآمنوا كاملاً إنه المستقبل عنا مش عندهم. إحنا كتير أقوى منهم من ناحية تمسكنا بالأرض بفلسطين، إنه هي تاريخنا والتاريخ معنا، والتمويل المليارات اللي عم تجيهم عمالهم بتنشفوا شوي شوي. بقدر أحط لكم صور مخيمات بهذه البلاد اللي أنا فيها، إن مش مصدقيني قديش الصعوبات موجودة هوني. واللي بتحكيه ساندي مهم جداً. أظني إحنا دايماً عنا استعمار بالمخ واستعمار بجسدنا، كيف نتحرك، كيف نسمع الكلمة منهم. بيقولوا بيجوا بتهمونا إنه أنتوا استفزازيين، منصير نجاوبهم. فلسطين كانت موجودة، منصير نجاوبهم. صار لي مدة طويلة أنسى كل اللي بقولوه، أنسى كل اللي بتهموني، بدي أحكي اللي أنا بدي أحكيه، بدي أحكي سياستي أنا. من هذا السياسة، من هاي النقطة بقول إنه إن في ثورة بده يكون حكم الطبقة العاملة، الأشياء كلها بدها تتغير. بس إن فشي هذه الثورة الوقت الحاضر، أكيد بده يكون، مش عم بقول إيمو الإداريات، عم بقول الإدارة الموجودة بأي متحف تفتح مخ شوية، تفتح الباب شوية للشعب، وهون بتعلموا إشي يعني بتنفعهم. فمثلاً أنا بقدر أحكي عن نيويورك أريح من ما أحكي عن المؤسسات الفلسطينية اللي بعرف أقل عنهم. مين بهيمن على المتاحف الكبيرة؟ مش الحكومة، مش المؤسسة، مش الشركات الكبيرة، لا، البرجوازية اللي جيابهم كتير عميقة. هون اللي بهيمنوا على كل إشي، هون بيقرروا مين صالات القريات، مين ببيعوا وبيشتروا الفن
ومين ال مين اللي بدها تكون شركات اللي بيبيعوا الفن بالمزيد، بيقرروا كل شيء، المقيم بإيدهم، الناقد بإيدهم، هم المسكين مجلات الفن، كل شيء بإيدهم، والرسامين اللي بدهم اياهم بصير هم بيقرروا قديش سعر اللوحة. لوحة 3-4 مليون دولار، بعد شي جيل جيلين رح ننساها، رح ننساها وننسى الفنان اللي عملها، رح يجي شيء تاني، الأجيال بتقول هذا شيء مهم أكثر. فمن ناحية عمالي بحكي عن مستقبل اللي رح يصير أنا متأكدة، وعم بحكي عن وأنتوا بتسألوا عن الوقت الحاضر، والجواب عن الوقت الحاضر صعب، لأنه إن بدنا نلاقي إدارة اللي هي عقل مفتوح تفتح الأبواب للشعب ولكل الرسامين، وإنه يخلوا الرسامين يقرروا بناتهم أشياء، هذا بيكون كتير حلو، هذا بيكون خطوة إلى الأمام من وجهة نظري. شكرا. شكرا سامي. حاسة كمان أنه محتاجين إحنا بجوز نفصل شوي على العمل الفني اللي هو بفوت بمجال ومسار الكوميرشاليزد ارت وورلد، اللي بيكون الفنان كمان هو، يعني انا بقابل كثير فنانين هو واضح انه هدفهم يوصلوا للجاليري اللي بده يوصلهم للمتحف عشان يبيعوا بمليون. هذا مسار عشان كمان كان في سؤال هون من لبنى على موضوع تاريخ الانتاج الفني الفلسطيني بالمقاومه. بهديك الفترة ما كانش أصلاً في هذا النظام، يعني وكمان كنا عم نشتغل بنظام سياسي مختلف كلياً، كان في هذا قبل ما ينهار الاتحاد السوفيتي، وكان في سوشيالست آرت، وكان ضمن يعني حركة سياسية، واضح إنه الفنان عم بيشتغل ضمن حركة سياسية مع اجتماعات وإلى آخره. فكمان احنا اللي عم نواجهه اليوم انه بعد التسعين لما تغير النظام العالمي صار في commercialization، فصار الفنان عارف حاله اللي كان هو جزء من هاي المؤسسة، كان جزء من الحراك السياسي، صار ممكن كمان قلب مع الوقت عشانه صارت لوحته بتسوى ما بعرف مليون. فاحنا الأسئلة اللي عم نسألها بحس انه زي كأنه كمان الفنان هو بينه وبين حاله، أولاً لازم يعرف حاله هو وين بده يحط حاله، إما في السياق الاجتماعي السياسي وساعتها بحرر حاله كمان، أو إذا بده يحط حاله بالمتحف، عشان التنين حالياً مش يعني مش متفق، مش ما عندهم نفس الأهداف، ما عندهم نفس الأجندة. فأنا بالنسبة إلي كفنانة كتير أسهل بالنسبة إلي لما أكون أنا عارفة حالي، فايتة على جاليري عم بحكي مع كولكتر، بفهم كيف أحكي معاه. بس إذا أنا بدي أحط حالي بالمساحة العامة عشان جزء من أعمالي كمان هي في المساحة العامة، أنا عارفة هذا، يعني حتى هو في سؤال إنه هذا العمل بنباع أصلاً، حتى لو المتحف إجا بده يشتريه، أنا هدفي الشخصي كان إني أحرك المساحة العامة بهاي الطريقة. لما أنا مثلاً هلأ اليوم يعني حلو اللي عم تحكيه ساندي كمان، كيف ممكن نفكر في بيوتنا كمساحات عامة، عشان هون المراقبة كمان كتير أقل. يعني إحنا هلأ عم منواجه لسه مستقبل كتير رح يكون صعب بالنسبة لقدي رح يراقبونا، قدي رح يكون في كاميرات وإلى آخره. ففي الإنتاج الفني كمان قدي الفنان رح ينضغط إنه ينتج، رح يقدر ينتج زي ما بده عمل سياسي ولا لا. فبس كنت كمان بدي بالنسبة لي إنه أشارككم ب ب ب بنظرتي، لأنه إحنا كمان بدنا، وما إذا هو الفنان بده يختار هذا الإشي، المؤسسة كمان بدها تختار كيف بدها تفتح بابها، عشانه بيموتوا رعبة مؤسسات. وكمان مع الوقت بآخر 10 إلى 15 سنة بعد 11 سبتمبر والأحداث اللي هي بلشت كل هذا الهاي سيكوريتي، المتحف على بابه ميتال ديتكتور، لازم نمر، لازم حد يطلع بالشنطة، فكيف بدنا نفوت الناس؟ وكمان الناس ما تعلمت مع الوقت المساحة الخاصة، إما في البيت أو في المؤسسة، تعريف المكان العام أو قدرة الناس على مشاركة مكان عام وإيش الأساليب التعامل،
هاي كمان بدها إعادة بناء عشان تلخبطت الأمور يعني بطلت سهلة. فبحس إنه يعني بحس إنه كمان في زي كأنه أنا كفنانة عندي مسؤولية تجاه نفسي أعرف العمل إذا أنا بدي إياه عن جد يكون إلو يعني إذا ممكن يكون جزء من أعمالي هي عن جد أعمال سياسية وبس، ما يكون إلها ما تفوت في نظام الجاليري والمتحف عشان هذاك يعني بعدين هذوك يعني بلغتهم مختلفة تجاه عملي. فبس حبيت أحكي هذا المداخلة. سوري الوقت عماله بداهمنا ومفروض نخلص بعد 6 دقائق، متأسف لأنه هذا التسجيل تبعنا بس لهذه الفترة تقنياً. بس إذا كان في آخر تعليقات من المتحدثين قبل ما ننهي، ولأنه في أسئلة عم تيجي شوي معادة وعماله بتحكي عن أشياء انحكت من سامية وساندي وسماح وكمال، فخاصة للناس اللي أجوا متأخرين. بفكر إنه راح تتسجل هاي الحلقة وراح تنبث كمان دور إذا كان في إمكانية للناس اللي ما سمعوا يقدروا يسمعوا كمان. وإحنا كمان دور أذكر إنه في سلسلة تانية راح نكمل بالسلسلة هاي، إحنا متشجعين كتير زي ما حكى كمال وزي ما حكى سماح وساندي إنه هذه فرصة لإنه نقرب المسافات بين الفلسطينية بالشتات، وكمان دور زي ما حكى كمال فرصة كتير مهم لإنه يكون في عنا لغة واحدة بدل ما كل واحد يحكي زي الطرشان كل واحد في محل عمنا، نحاول نقرب مع بعض ونفهم بعض ونسمع لبعض بين أجيال مختلفة في جغرافيات مختلفة وكمان نسمع أفكار جديدة من خلينا يعني آخر إشي من المتحدثين إذا بحبوا يضيفوا إشي قبل ما نختم. حبيت أجاوب لبنى، هي حكت إنه يعني في يعني مجموعة صغيرة اللي هي بتشتغل فن. طبعاً هذه الحالة موجودة بكتير محلات في العالم، يعني مش إشي خاص بفلسطين، يمكن فلسطين لأنه مكان صغير أو المشهد ومشهد صغير الإشي هاي بتبين أكتر. بس مفكر بالفعل هذا النقاش اللي احنا بنحكي عنه هو كمان يعني اقتراح اللي من المفروض يفتح مجال لناس اللي مش موجودين بهاي الحلقة الصغيرة تبعت الإنتاج الفني، وهي بالضبط الناس اللي أنا بحكي عنها اللي هي موجودة، اللي هي عندها أفكار، اللي عندها موهبة موجودة بأمكنة بعيدة شوي عن المركز بالنسبة للإنتاج بفلسطين، إن كان في غزة أو إن كان بمحلات بالجليل أو بالشتات الفلسطيني. فحسب رأيي يعني الأزمة هذه هي فرصة لإلنا إنه إحنا نعطي مجال ومساحة وصوت لكل هاي الناس اللي بالوضع الطبيعي اللي كنا فيه، وضع الطبيعي يعني قصدي قبل الفيروس كل هاي القصص ما كانش لهم صوت، هاي فرصة نعطيهم المجال. سامية بليز، حابة أحكي كلمة أزيد على اللي قالت ساندي بس أدل على السوق العام بالمدن العربية القديمة كيف كانوا كأنهم الأطفال يركضوا بناتهم كأنهم كانوا مضافة كبيرة دكاكين صغيرة، وكيف كانوا الناس عايشين مع بعض، كانت إشي إلها إشي خاص وعام بذات الطريقة، فمهم ندرسها هي كمان لأنه راح تعطي معنى إلى المستقبل. بس بدي أزيد نقطة أخيرة إنه أنا بوجهة نظري الفن ما بيطلع فقط من الفنان وشخصية الفنان، هذه فكرة برجوازية إنه إحنا الفن راح يطلع مننا من قلبنا، الفن بده يطلع من الجالية حوالينا. الفن وقت الانتفاضة الأولى طلع من الجالية، هي الجالية والثوار اللي كانوا يطلب، الشعب الثوري كان يطلب إنه فلسطين تكون بأعمال الجميع وإنه يكون كل إشي باللوحات رموز لأشياء شعبية وثورية.
أنا من نفس وجهة نظري بحس إنه المجتمع بيأثر على أعمالي قد ما أنا أكثر من ما أنا بأثر على المجتمع. فدائماً بدي أسمع إيش فيه وإيش ردة فعل الناس، ولما أشوف مثلاً أخذ كمية رسامين من الوقت المعاصر، خذ كل الرسامين الفلسطينية بالوقت الحاضر وخذهم وحط جنبهم كل اللوحات اللي عملوها السوكا اليابان في القرن السابع. إيش الفرق الكبير بيناتهم؟ فرق كبير 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 بيناتهم. مين عمل هذا الفرق؟ الجالية، أنا بقول المجتمع حواليهم. ففي دور خلاقي للمجتمع مجتمع حوالينا. فأنا ما بحسب إنه الفن بيأثر على الجالية قد ما إحنا الجالية بتأثر علينا. شكراً كثير سامية. بحب أختم أول إشي أشكر سامية وساندي وكمال وسماح على المداخلات تبعتهم، برأيي أسئلة عملها بتبني أكتر. وبحب أضيف اللي بحكي كمال كثير مهم، إنه خلينا نطلع على هاي المساحة كمساحة كمان، إنه يكون في تواصل مع الدوائر اللي برا المجموعة الصغيرة المنتجة للمشروع الثقافي. وأنا برأيي كمان هذا زي فيها شوي مبالغة، لأنه إحصائياً عدد الناس اللي عمالها تشتغل بالفن في فلسطين عم بيعلى. قبل كانوا يشتغلوا بحركة الفنانين التشكيليين كانوا معدودين على الأصابع، هلأ عماله بتزيد وعماله بتزيد المساحات الفنية من ناحية إحصائية بفلسطين. فكمية الناس اللي عاملة بالفن وبتنتج فن، في أمل كبير من مجموعات، والمجموعات الجديدة اللي عمالها بتشكل مساحات أخرى بديلة برا المؤسسة الأهلية والبرا المؤسسات السياسية. أنا برأيي هذا عماله بصير، مش لازم كمان نغض الطرف عنه، لأنه في تحول عماله بصير وفي مرحلة انتقالية زي ما حدا منكم تفضل. وبرأيي لازم شوي نبطل تمنا نطلع على المؤسسة كأنه هي الحل، لأنه اللي عماله بيصير بفلسطين عماله بيصير في نماذج أخرى برا المؤسسة، وأنا برأيي كتير مهم الواحد يطلع عليها. يعني المؤسسة ما بتقدر تمثل شعب بأكمله، والمؤسسة ما قادرة على إنها تفتح أبوابها بوجهة نظري لكل الشعب، لأنه برأيي المؤسسة لازم تشجع بإقامة مساحات بديلة براها لا وتدعمها لا فنانين ولا إنه كمان دور نرجع لكمال، لأنه يقدروا يلاقوا طرق لغة جديدة للتعبير عن الهوية تبعتهم. وبرأيي كمان دور لازم نلاقي بدائل زي ما ساندي بتحكي، كيف الخاص يصفي كمان مساحة خاصة عامة بس بصناعتنا أو بحقنا تقرير فيها. كمان هذا نموذج الواحد لازم يطلع عليه برا النموذج الهرمي اللي احنا تورثناه عن المؤسسة الرأسمالية، اللي هي في دولة في دعم للمؤسسة والمؤسسة تدعم الفنان، وبالتالي فيها علاقة أبوية بينهم عمودية. فبحب كتير انه اشكركم كمان دور، ناخذ كل هذه القضايا معنا للجلسة الثانية. و شكراً كتير كتير لكم، وعن جد مشتاق لكم كلكم، ويعطيكم العافية. شكراً.